وعندي لحمة خروف بشوحها بالزيت. هلأ بعد ما شوحت اللحمة بضيف المي السخنة. هلأ بشيل أي رغوة بتطلع على وجه مي السلق. بصل شرائح، ثوم شرائح، ورق غار، هيل، كزبرة ناشفة بضيفهم للحمة. هلأ بغطي عليهم، بضغطهم لغاية ما يستووا تماما. اللحم دائما حسب الحجم أو حسب عمر الخروف تنضغط اللحمة. لما تكون اللحمة الخروف صغير ما بياخد وقت، أنا هذا ما رح ياخد من عندي أكثر من 40 دقيقة. هلأ الفاصوليا أمعتها، شلت أطرافها وغسلتها، صفيتها كتير كويس من المي. قطعوا الفاصوليا على الشكل اللي أنتوا بتحبوه. بقلب بصلة مع شوية زيت. هلأ بضيف الفاصوليا الخضراء، بقلبها مع البصل. هلأ بحط شوي من مرق سلق اللحم على الفاصوليا وبتركها تستوي. هلأ عندي بندورة فريش رح أطحنها بمحضرة الطعام. هلأ بضيف البندورة للفاصوليا. هلأ بنص مرحلة استواء الفاصوليا ضفت البندورة المفرومة على الفود بروسيسر وبتركهم يستووا مع بعض. هلأ بعد ما استوت الفاصوليا بضيف اللحمة، واللحمة كمان مستوية. طبعا شوفوا ما شاء الله، انا ما ضفت لسه معجون طماطم ابدا، هذا البس كله من الطماطم الفريش. لاني ما شاء الله استخدمت كمية طماطم كويسة فمش رح احتاج معجون طماطم كتير. هيل، كزبرة ناشفة، ملح. تقدروا تضيفوا بهارات مشكلة بس انا ما رح اضيف، بكتفي بهذا القدر من البهارات. وهلأ بتركهم يغلوا مع بعض بس 10 دقايق وهيك صار عندي جاهز. رح أعمل جنب الفاصوليا رز بشعيرية. تقدروا تعملوا الرز بس أبيض بدون أي إضافة. بضيف الرز للشعيرية، بقلب الرز مع الشعيرية، بضيف الملح، مي سخنة. هلأ بهالمرحلة بغطي على الرز وبتركه 20 دقيقة على نار هادية جدا. وهيك صار الرز عندي جاهز والفاصوليا صارت عندي جاهزة. شوفوا ما شاء الله غير شكل. وهيك الفاصوليا الخضراء مع اللحمة صارت جاهزة. إن شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وبتقدروا تستبدلوا لحم الخروف بلحم عجل.